منتخب لحد الآن. تشجيع المنتخب ومؤازرة المنتخب المحلي الحاضر لتغطية فعاليات الدخول داخل منطقة العمليات. يسدد الحق. شاهدوا كيف كانت العملية والتسديدة، ولكن اليسرى داخل منطقة العمليات. قندوسي الكرة مباشرة إلى على الجهة اليمنى، توزيعها قندوسي في المكان. نعم، لمست أحد المدافعين على الجهة اليسرى بالروس. ممتازة، مثالية. حاول منطقة الخطيرة. قندوسي كافي العمق بالسلام، ممتاز. مرور تاسعة قندوسي والمرور القنطرة ولا المنتخب الوطني المحلي، ولكن تبدو كان ذلك بتمريرة في العمق. مجيان يحاول، ولكن قندوسي في المرة الأولى والثانية القوة هربت، لم يتمكن على حامل كرة حداني. تراوي ما دخل الجزائري من اجل الوصول الى الدور الثاني. سلامات. هذه هي بالراس محاوله، ولكن ينزل او مجيد بكرة في العمق. محاوله اثيوبيا، محاوله ولد البينيه في العمق وراحت الى ركنيه بعدما لمست المدافع الدلاوي. من يكون هاي الكره داخل منطقه العمليه بالرأس من قندوسي. التعاون الحارس باليمنى من مزيان في القائمة الثاني. الحارس ممتازة. محيوس يحاول يسدد داخل منطقة العملية. كرة صعبة الأيسر لمرمى الحارس، وأنها لمست وضربة بسرعة. بيت لما جات، يا سلام. الجزائرية اللعبة بالرأس، يا سلام. ها هو بهذه الكرة للدقيقة، أعتقد السابعة والله.